كما لا يخفى عليكم فإن للغة العربية حضورا مكينا وقديما في إفريقيا، يتجاوز إفريقيا العربية والبلدان المسلمة في إفريقيا إلى حد أن الحرف العربي كان هو المستخدم في حفظ التراث الإفريقي وكتابة اللغات الإفريقية في جنوب القارة وشرقها. إن اللغة العربية كما يعرف الجميع هي اللغة الأكثر انتشاراً في إفريقيا، كما أنها لغة ديننا الإسلام الحنيف الذي هو الدين الأول من حيث عدد معتنقيه في إفريقيا. ولا بد هنا من التنويه بجهود العلماء الأفارقة الأفاضل في نشر اللغة العربية والحفاظ عليها في عموم منطقة غرب إفريقيا والساحل وبلدان القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.